هناك أعمال لها تأثير كبير على المجتمع وأعمال أخرى لها تأثير مستمر على المجتمع. كيف ترى هذه المقولة؟ هذه جملة في غاية الأهمية، لأن فيما يتعلق بالأعمال التي تناقش قضايا السود، كنت أحب العديد من المشاريع التي قمت بها، ولكن كنت أتذكر هذا المشروع خصيصا لأنه قبل تصوير الفيلم لم يكن أي شخص يعرف عن هذا التيار الأسود. أبي كان يعرف ذلك وهو حكى لي هذه القصة. قد يقول لي أنك مخطئ لأنني درست كل تفاصيل هذه الشخصية ولم أكن أسمع عنهم من قبل، سمعت عنهم وتصفحت شاشات الإنترنت. كيف أعرف عن هؤلاء الأشخاص السود، وأن هناك مجموعة من الأشخاص الذين قاموا ببعض المنجزات في الطيران أو القوات الجوية الأمريكية؟ ما هي الأفلام الأخرى التي ممكن أن تضعها في هذه الفئة التي لديها تأثير مستمر على الناس، أو حتى رواية تود ذكرها؟ روايتي بلاتيتيود أو ابتذال، والتي بدأوا تدريسها في الجامعات، وعلي أن أقول أن الفيلم الوثائقي الأول لي كان هذا. حتى الآن هناك الكثير من الأمور والكثير من الأحداث حدثت حول هذا العمل، ومن ثم أنا أقوم بغرس هذه الأهمية الثقافية، ومن ثم أرغب في أن أعكسها في كتابتي.